الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن استمع بالمركب الأولمبي إلى عرض حول آخر التحضيرات للألعاب المتوسطية وتابع بالتفصيل وتيرة إنجاز المشروع بكل مرافقه، مشددا على ضرورة التزام المؤسسات المكلفة بالإنجاز باحترام أجال تسليم المركب والتي حددت بتاريخ 31 ديسمبر من العام الجاري. الوزير الأول شدد على ضرورة عمل الورشات 24 ساعة على 24 لتدارك التأخر وفرض غرامات على التأخير يوميا بعد التأخر المسجل في المشروع. العقد يقول 500 عامل في الورشة، وقت تقول لي باللي كان هناك 100 عامل، دونك كاين فرق في 400 عامل. وعلى ما كانش هناك كما نقولوا ماشي مراجعة شهرية ولا يومية بالنسبة ويكون هناك تطبيق لغرامات التأخير. غرامات التأخير عندكم لافيش دو شونتيي، ورقة الورشة. كيف هو في العقد نهار كي عطيت له المشروع 500 عامل وبعد يجيب لي 100 عامل؟ كيف ما يكونش تأخر؟ طبعا يكون تأخر. أنا قلت لكم لازم المقاربة تتغير، تعود عندنا مقاربة اقتصادية، مقاربة ناجعة تاع نجاعة. نعطي له عقد ب 500 عامل يجيب لي 100 عامل، وهذا الحال بالنسبة لمعظم الورشات. يعني درك لحقنا لدرجة وين خلاص لا تسامح، لا تسامح في هكذا تسيير، لا تسامح في هكذا تسيير. يعني لازم تكون متابعة يومية، ماشي حطيت الفاس في الراس ومن بعد قال رانا متأخرين. لازم يوميا قال لك اللي وقف على شيء وكانت عنده نعجة وعاشت، واللي ماشي واقف عنده ألف وماتوا. هذه أموال شعب نرصدها حنايا بالنسبة لإنجاز مشروع في الأجال الموقوفة، وبالنسبة للغلاف المالي الموقوف. وكل انزلاق في الأجال يعني بالنسبة لنا كدولة، يعني بالنسبة لنا كدولة يعني نفقات زائدة. وراك تشوف ينطلق مشروع بمليار دينار ونخلصوه ب 15 مليار دينار، هذيك 14 مليار نورمال. يعني من الطبيعي نفقوها في مجالات أخرى، مجالات كما نقولوا ترقية الصحة، ترقية التعليم، ترقية. يعني من غير المسموح أننا نكملوا في هذه الطريقة تاع تسيير المشاريع. وهذا المشروع هذا عندكم 31 ديسمبر إن شاء الله يستلم، هذا كأقصى تقدير يستلم. والتحضيرات إذا متواصلة بالباهية واران لاحتضان ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022 من خلال إنجاز منشآت قادرة على تنظيم التظاهرات الدولية. المنشآت التي تشهد وتيرة متسارعة في الإنجاز ستجعل من وهران قطبا رياضيا بامتياز، يقول سيف الدين بن زلدة. قطب السياحة والصناعة ولاية وهران تواصل خطواتها أيضا نحو نهضة رياضية عبر توفير بنية تحتية ومرافق تسعى من خلالها إلى صنع التميز في الألعاب المتوسطية 2022. مرافق يتقدمها الملعب الأولمبي الذي يتسع لأربعين ألف مقعد، صرح رياضي بمواصفات ومعايير دولية. ملعب 40 ألف راه جاهز، راه جاهز بنسبة قول 99%. المضمار راه جاهز، الأرضية راهي جاهزة، لي سيستيم دو كورونفور راهم جاهزين بنسبة 100%. لي زوتر اوفراج ريستا رياليزي كوم لا غازونيير اي لي تيران دريبليك اي مضمار لا بيس داتليتيزم دي تيران داتليتيزم ريستا رياليزي. وبجانب هذا الملعب منشآت ذات تصميم عصري تبقى قيد الإنجاز. المركز المائي عنده ثلاث أحواض، حوض خارجي 50 متر أولمبيك، حوض داخلي أوسي تانيك أولمبيك 50 متر، وحوض دو ريشوفمون 30 متر. بلاصة الأومني سبور الكونتيان 6000 بلاص، فيها بوكو دو ديسيبلين،
يكمبري هاندبول باسكتبول بادمينتون. ولتوفير أفضل إيواء للوفود المشاركة تمكنت وهران من إنجاز هذه القرية المتوسطية التي تضم أزيد من 4200 سرير. مساحتها 40 هكتار، الغرف من معايير عالمية ذات جودة 3 نجوم، 4 مطاعم، 5 قاعات متعددة الرياضات، وخمس ملاعب. بالنسبة لتقدم الإنجاز قاربة 99%. هياكل يعلق عليها شباب الجزائر آمالا كبيرة لإحداث قفزة في المستوى الرياضي. ألعاب بحر الأبيض المتوسط هي إضافة كبيرة لمدينة وهران، بأخص راح يجونا زوار كثير ورياضيين من بعض الدول، 25 دولة، وراح تكون مكسب كبير لولاية وهران. وهذه المنشآت يعني غادي الفائدة تاعها تعود للليزات اللي تتاوعنا حتى ابخي لي جو. عدة فرق غادي تستفاد من هذا الملعب المركب الاولمبي تاع بلقايد، فيه بزاف مرافق، فيه بزاف زعما بزاف صوالح زعما جدد جامي شفناهم في ليستاد تاعنا من قبل. 9 أشهر تبقى تفصل عاصمة الغرب الجزائري عن استضافة شعوب المتوسط في محفل رياضي يمثل فرصة سانحة لترسيخ مكانة الجزائر الهامة في حوض المتوسط. استنبرك يا صاحبي ولا كذبوا بدون تمرير سلاح ما كاش بلان كاين.